أليس من الظلم إن 50 60 واحد هنا و50 60 واحد هنا يظلموا الملايين، يحرقوا بلد، يدمروا اقتصاد؟ ده ظلم. ولذلك أنا بقول إذا كنا إحنا ما تربناش وإحنا أجيال كبيرة على التسامح، أو تربينا على الفكر السلطاني. أنا محمد سعد، مدير تحرير موقع الأهلي .com. إيه رأيك النهاردة في التجربة الفريدة؟ يا فكرة كويسة، أنا عجباني فكرة إن الناس قاعدة تتحاور مع بعض، خصوصا إن جديد إن يبقى في ندوة ثقافية ونلاقي الناس تتكلم فيها في الرياضة، فدي حاجة كويسة، أتمنى إنها تكمل إن شاء الله على طول. إيه رأي تعليقك أو كلام الباشمهندس سعد القيعي؟ يعني كل واحد بيبص للموضوع من وجهة نظره، يعني باشمهندس سعد القيعي ده راجل أسطورة في نادي الأهلي طبعا، لكن هو برضو من المدرسة القديمة بيبص للأمور بطريقة معينة، دايما بيبقى بيحب إن عايزين نوصل للحل، بغض النظر الحل ده هيفيد هو ولا ده اللي احنا بندور عليه، لا احنا عايزين نوصل للحل، حل لنا الامور وخلينا كلنا مبسوطين. فكره ان انا احل كل حاجه واخلي كل واحد يتنازل عن حق من حقوقه هيولد نوع من الكبت، او ان انا عندي احساس ان دايما انا اللي بتنازل، انا اللي بسيب، انا اللي بعمل، ويوصل الناس للمرحله اللي وصلت لها، وده اللي حصل اللي وصل الناس للثوره. فلازم ان احنا عشان نوصل لما بنقول حل توافقي او حل وسط، ان كل واحد بيسيب حته زي ما بنقولها بالبلدي، ده اللي لازم الناس توصل له. بمجرد ما كل واحد يتنازل عن جزء من حقوقه هيحس ان هو كسبان، انا اخذت اللي انا عايزه، في نفس الوقت اتنازلت عن جزء منه، فهيبقى كله مبسوط ومرضي. مش النقاش النهارده كان فيه حديه شويه من الطرف الاخر اللي هو مين؟ الاستاذ محمد. لا مش حديه، ده راجل اصلا لازم نتفق على حاجه، ده راجل عاش الظلم كله من ايام ما كانوا بيتاخدوا من بيتهم. انتوا بتتكلموا مع ناس اتاخدت من بيتها وهم دخلوا لهم اخدوهم من جوه البيت وبيتهم في الاقسام بالاسابيع، واتعملت لهم قضايا بدون اي مقدمات وبدون اي حاجه. لازم تكون ده النتيجه اللي هم فيه، ناس التزمت بمعيار ما اتحط السنه اللي فاتت، على السنه دي هيتحط المعيار التوافق اللي يرضي الناس كلها، لكن ده ما حصلش. اللي حصل انك ده جيت لك على حقك وقلت لك لا انت مش هتاخده خالص، ومن اللي فاتت كنت السنه اللي فاتت بقول لك من حقك، فهو بيتكلم بجزء من حق من حقوقه، انا غير مطالب بان اتنازل عن حقوقي طالما انها حق مشروع. بس هل في فئه معينه بتستغل هذا الحدث؟ يقول، لكن انا احنا عايز اتكلم على الحقيقه. لا طبعا ما اقدرش اقول ان في حد بيستغل اللي بيحصل. اللي احنا بنسمعه ان في ناس بتستغله، لكن على ارض الواقع اللي احنا شايفين قدامنا، ان المستفيد الوحيد من اللي بيحصل هو الاتحاد المصري لكره القدم، ده الوحيد اللي بيطلع مستفيد، ده الوحيد في الاخر بيخش له فلوس، اللي يحصل زي ما يحصل هو اللي بيخش له فلوس خلاص، ده الجهه الوحيده المستفيده، رغم ان هو الجهه اللي في ايدها انها تحل الموضوع ده كله بدون ما يطلع اي حد خسران. طب لماذا الجماهير لا تطالب بتغيير الاتحاد؟ مش لان دي مش سلطه جماهير، دي سلطه جمعيه عموميه. الجمعيه العموميه دي لما عملوا جمعيه عموميه غير عاديه لاقاله اتحاد الكوره، اكلوهم كباب ونايمهم في فندق. طب الخروج من الازمه ازاي؟ ان اتحاد الكرة ده لازم تطول الثورة، الرياضة المصرية لم تذهب الى ثورة، لم تمر من بوابة الثورة، ده بمنتهى البساطة. اذا لم تمر الرياضة المصرية من بوابة الثورة يبقى شكرا، هتفضل زي الامور زي ما احنا فيه دلوقتي. شكرا كابتن. شكرا تامر.